صباح الخير عليك يا شاذلي، كل سنه وانت طيب. صباح الخير عليك يا جمانه وانت طيبه، وكل مشاهدينا في كل مكان طيبين وبالف خير. خلاص احنا ساعات بتفصلنا عن عام جديد، 2023 انتهى بكل ما فيه، بحلو وبمره انتهى، بكل اللي عملناه وكل اللي حصل في الدنيا كلها. خلاص سنه وانتهت، هي عدت بسرعه لكن سنه كان فيها تفاصيل كتيره جدا، اعتقد ان احنا هنفضل فاكرينها، جيلنا بشكل عام هيفضل فاكر السنه دي. لكن خلاص احنا داخلين سنه جديده، بنتمنى من الله انها تكون عام خير وعام رخاء وسعاده على كل المصريين. ربنا يديم على مصر نعمه الامن والامان والاستقرار والموده والالفه بين الجميع اللي موجوده، نتمنى ان هي تزيد كمان السنه الجايه. جمال يا رب يا شاذ. الحقيقه يمكن 23 او سنه 2023 كان فيها احداث كتير جدا، يعني من بدايه السنه هي صحيح زي ما انت بتقول عدت بسرعه، لكن يمكن عدت بسرعه من كتر الاحداث اللي كانت فيها. لو نفتكر كده ونرجع لفبراير، نفتكر مع بعض شهر فبراير والزلزال طبعا الكبير والمدمر اللي ضرب كمان الحدود التركيه السوريه، وكان في ضحايا كتير جراء هذا الزلزال. بعد كده شهر 4 كمان لو نبدا بدايه الصراع في السودان، بعد كده توالت احداث كتير جدا والكوارث البيئيه والطبيعيه اللي حصلت، السيول في ليبيا وايضا زلزال اخر في المغرب. وللاسف كانت سنه صعبه جدا جدا جدا، وكانت مليئه بالاحداث. وطبعا حاليا يعني ما يشهده او ما يشهده قطاع غزه، وقلوبنا اكيد مع اخواتنا في قطاع غزه، لكن يعني بنامل واملنا في الله كبير انه يكون 2024 عام خالي من الحروب والنزاعات، تنتهي كل الصراعات في العالم كله تحديدا كمان في وطننا العربي، يعود مره ثانيه الاستقرار للسودان، تنتهي الحرب في أوكرانيا ويعم السلام على الجميع مرة تانية، يرجع للعالم يا شاذلي بعض بس من العقلانية، بعض من الإنسانية. صحيح. اللي احنا فجأة لقينا نفسنا أمام وجه آخر للعالم، وجه آخر للإنسانية. الحقيقة يمكن السنة دي فعلا كانت سنة صعبة جدا جدا جدا، مش بس المشاهد اللي تابعناها يا شاذلي، لكن حتى يمكن الحقيقة اللي واجهنا نفسنا بيها. صحيح. انا طبعا متهيألي زي ما كنا بنتكلم في البدايه ان الوقت عدى بسرعه جدا، انا فاكر ان الوقت توقف عند 2020 من اول ما جت كورونا، واحنا الايام عماله تجري. هي بدات من سوء الاحوال الجويه. بدات من سوء الاحوال الجويه فعلا اللي كانت في اخر 2019 في بدايه في شهر واحد تقريبا 2020. شهر واحد ومن ساعتها بقى والايام بتجري، واحنا الاحداث عماله متلاحقه في كل المجالات وفي مصر وفي العالم كله، في تفاصيل كتيره جدا. لكن كل واحد فينا مما لا شك فيه بيكون عنده هدف، والهدف ده عشان نوصل له لازم يكون عندنا خطه. في ناس بتقول ان احنا ما حققناش خطه 2020 وخطه مش عارف 2015، وناس عماله ترجع بالتواريخ لورا يقولوا ايه الخطط موجوده في الدرج لسه ما حققناهاش لحد دلوقتي، فاكيد مش هنتمنى حاجه في السنه الجديده. لكن الخطه دي لو انت يعني اشتغلت عليها بالفعل وبدات ان انت تمشي في الطريق ده بكل تاكيد هتوصل. لو عندك دعوه معينه كان نفسك ان هي تتحقق او هدف وما اتحققتش خلال السنه اللي فاتت، ممكن تكون اتحققت بشكل او باخر، يعني ربنا رفع عنك كرب او الى اخره، لكن في النهايه لو انت عندك هدف لازم يكون عندك خطه. سؤالنا بيقول ايه؟ بيقول ايه امنياتك في السنه الجديده؟ طبعا كل واحد فينا بيتمنى امنيه جمانه على المستوى الشخصي، على المستوى المهني، بيتمنى امنيه ان الامان والاستقرار زي ما كل الناس بتتكلم دلوقتي طبعا بعد ما شفنا الحروب والصراعات يسود العالم من جديد. لكن لما يكون عندي هدف شخصي أو هدف مهني في مجال شغلي لازم أحط له خطة وأمشي عليها عشان في النهاية أوصل لهدفي، وإن شاء الله أكيد يعني طالما أنا حطيت خطة أكيد إن شاء الله هوصل. طب أنت حطيت خطة؟ مع بداية السنة الجديدة بقى، ما احنا متفقين فاضل ساعات السنة الجديدة. وأنا مع بداية السنة الجديدة هحط خطة. طب بكل تأكيد طبعا عندي خطة إن أنا أكبر في مكاني، أكبر في مستقبلي المهني في الإعلام، برنامجنا يكون قاعدته الجماهيرية أكبر، ينتشر بشكل أكبر. أعتقد إن ده الهدف اللي بيسعى ليه أي حد في مكان وظيفته، إن هو المكان اللي هو فيه يكبر. دي حقيقة. أنا يمكن أنت سألتنيش ليه؟ يعني أكيد عندك يعني ما أكيد عندك خطة طبعا على المستوى الشخصي. طيب أقول لك، أنا بالنسبة لي 2023 يعني أنا عيد ميلادي في آخر السنة شهر 12. طيبة. وانت طيب، وانت كمان في اخر السنه برضو، كل سنه وانت طيب. طيبة بس الحقيقه يوم عيد ميلادي انا قررت كده كام قرار، ويعني ابتديت فعلا ان انا امشي عليهم او ابتديت ان انا انفذهم. ده يمكن على الصعيد الشخصي، ابتديت ان انا قررت ان انا يعني هحاول على قد ما اقدر ان انا احدد اولوياتي. قررت ان انا على قد ما اقدر مش هضغط نفسي، بالعكس احط فعلا خطه عشان اقدر امشي عليها عشان ما اضغطش نفسي باي شكل او باخر. قررت ان انا لو في مكان مش مرتاحه فيه، مش مبسوطه فيه، مش حاسه ان انا
جمانة بشخصيتي أو مضطرة أن أنا أكون أتظاهر بشخصية أخرى مش هكون موجودة فيه. لو موجودة حوالين ناس مش مرتاحة معهم على قد ما أقدر ممكن ما أكونش موجودة وسطهم، وبالعكس هقرب جدا من الناس اللي شبهي، هقرب جدا من الناس اللي بحبهم، هحاول أساعد الناس على قد ما أقدر، ودي يمكن تجارة مع ربنا مش منتظرة حتى كلمة شكر. دي بعض القرارات اللي قررتها يوم عيد ميلادي. ولكن على الصعيد المهني زي ما قال شاذل برضو نفس الفكرة، أن أتمنى أن ربنا يكرمني أيا كان يعني قضاؤه وقدره إيه، أتمنى أن هو أو الخطة اللي ربنا رسمها لي أتمنى أن أنا أكون راضية بيها وسعيدة بيها، أكون ناجحة في المكان اللي أنا موجودة فيه أيا كان إيه المكان الموجودة فيه. أتمنى طبعا أن حتى قاعدتنا تكون أوسع في صباح الخير يا مصر، ونقدر نقدم لحضراتكم اللي أنتم منتظرينه مننا واللي أنتم متوقعينه مننا واللي يليق باسم صباح الخير يا مصر. البرنامج يعني هذا البرنامج العريق اللي بقاله أكتر من 30 سنة، أتمنى أن السنة دي نشوف يعني بعض من الرحمة أكتر بيننا وبين بعض، بعض من التفاهم والتفاهم بيننا وبين بعض. أتمنى السنة دي يا شاذلي تكون سنة خير وسعادة على الجميع يا رب. وانت بتتكلمي عن برنامج صباح الخير يا مصر، بالمناسبة احنا خلاص فاضلنا شهر ونكون 4 سنين تقريبا صباح الخير يا مصر في شكله الجديد، بقالنا 4 سنين مع حضراتكم. نتمنى ان احنا خلال السنوات اللي فاتت نكون فعلا قدمنا لحضراتكم المحتوى اللي حضراتكم منتظرين، واحنا حاولنا قدر الامكان ان احنا نكون موجودين في الشارع مع الناس في اي مشروع بيتم بنكون موجودين عشان نعرف حضراتكم، لان دي مهمتنا، دي وظيفتنا ان احنا نعرف حضراتكم ايه اللي بيتم في البلد، ايه اللي بيحصل بشكل عام. فبنتمنى ان احنا نكون موفقين خلال الفتره اللي فاتت، وان شاء الله السنه الجايه يكون عندنا خطط على مستوى الشخصي زي ما كنا بنتكلم، وكمان على مستوى برنامج صباح الخير يا مصر. في انتظار اجابات حضراتكم ايه هي امنياتكم للعام الجديد، طبعا على صفحتنا على فيسبوك هنستعرض اجابات حضراتكم خلال حلقتنا النهارده. مره ثانيه كل سنه وحضراتكم طيبين، بنصبح على حضراتكم، اهلا بيكم وحلقه جديده من صباح الخير يا مصر.